الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وحن كسو جرني تفسير كسورة البقرة حالي وحي نودن بي آيات كي أحكامتي كهد ليسي طلاقة هي الأحوال الشخصية عموما قيلت أن عاو حالها اللي آياتك اللي جهادك إيو تصالوين غير بني إسرائيل أه أولو قدق إيو إني دادكو كواس أو كلا يقول رغمان أما أين نقضان آيات وحن كبلا بينا لبب قول أفرتن يصدح في سورة البقرة لبب قول أفرتن يصدح ألم ترى موالا أركين إلى الذين كوي خرجوا بحين من ديارهم قريه دي بك بحين وهم يغو ألوف كمانيال كمانيال يغو يقرق دي كبحين حذر الموت كيري كدقيد دي أما كعرر كد أيب وبحين فقال لهم حكيد الله إبوين موت دنت ثم أحياهم هدنا وسون لي بمعنى ألا واد لي هدنا وسون لي إن الله إبوين الذي فضل ومدرسين فضل صاحبة على الناس دتك ولكن أكثر الناس دتك أنتو ربنا لا يشكرون كم مهدنا قان وكم شكريا وقاتلوا دغالما في سبيل الله جدك ايب كو دغالما الهي درتي يدو اذن كتاهي واعلموا غادا ان الله ايب وين سميع انو يا الله مقرد بدن عليم وعلم بدن من وكما ذاك الذي كاسو يقرض الله ايب وين اما هنا يا قرضا اما حسنا هو ناسا أو فيضاعفه إبوين قل أبلابي له قفك أضعافا كثيرة إن بذن الله أبلابي والله إبوين يقبض أولابا أو عريريا ويبسط وفليا أو بحيا قفك ربنا وحبه كعريريا قفك ربنا وحبه واسعيا حوله وإليه إبوين حق سايا ترجعون الليلين إلين طلب آيادا نوحي عبر إسادات كالغاها اللايو داد غير بني إسرائيل باوح الرواد تسالة اللي لدو داد كان لغو سوقا داد وحال سوقا داي خرجوا من ديارهم وغلوف داد كمان يالا فصلين تقاركو وحير عفر كم بيهايين سديت كم بيهايين سقال كم بيهايين عفرتن كم بيهايين صدن يردور كم بيهايين انت بوالي انت دونان لكن واحد دليله هو قوني وكمسو نكترضو سيد دونان بها عادين وغايا انت تربضن او كميال داد كاسي وحيكبحين مقالدو دي وحان المقالدة كرد عيبا لعذر كلي طاعون كرد عذر كرد طاعون كمركو دعي ايا وحي دمعين حذر الموت قيريبه كعرية مقالدة وحلو رب حين لك عرر ون لدمانين طيب سيداس ايو عررين مركة تاسينة دي قفكا مبت بادين ايسو وينو عرر نو عاسا او عرر مبت بادين ايسو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم عذرك عذر البدن أو كمدية الطاعون كاس أو كله وكهذا وبر إذا كان بأرض حدي عذرك الطاعون ودن أو كله إذن كنا ودن كالجوكتان هكب حين إذن كو عرارية حدي عدكم مقشان عذرك الطاعون كوين ودن كتيرانا هاو قلين وهتاقين مرك أسبابتا ووح معقول وأسبابتا ويجرتا يعني إن سبق هذا مركي للي هي عذر باصوص وضي أهل اسكتلالو أما مارتي وحني وحن هلقاتو وح شرعي وكمر ريبانا ووح ساق وحدي باتا عملها أسبابت إلا السمايو ولذلك هو كي عمر بن الخطاب نفر من قدر الله إلى قدر الله
يعني سيداس وكال قدر كالله لقى عرر قدر كالله لو عرر الله سبحانه وتعالى وحي أسباب وقالب كوري توكل بل إلى ذا يو تواكل كوحل إلى ذا وحل إلى مفعين هو تواكل هو محي وفكو انت البنان اسكب فرسطين اعتراض وحاول بهي يمات هل كاسم فرسان يا علمي على وشبه هل كاسم فرسان العقي فلان على وشبه أنا وهل كاسم كو على بري ومفردين ايها أسباب الله إمو كده إيو جهد إيو دذال كان أرفر أو شقيسو أرد مركة تاسع لو بأسباب تهين للي يمات ولا مرمان لكن إنو قفكو إرادو أنو سعان أرد منين هذا هو عرر ياو جيري دان كهور مرايا وامدان مدان للي هاي إياك مركة تاسنا دليل وحوصون تهدسك يا صحاب تهابا لوانين ياو جيري دا لغم بحسن كهور كيريد لك مبح سنكر ألم ترى ميادا أركين أم مياد عقين إلى الذين كوي خرجوا كبحين من ديارهم بريوه وذيب كبحين وهم ألوف إيغو كميال كميال كاتردو سيقار لو مشي مفسرين توعي شيك شيك سلان شيكني لكن ترى قار المهم هنا كميال هاي حذر الموت بين إصابة أبحين كيريب كعرريين فقال لهم الله موتوا الله سبحانه وتعالى وأسوه صاري حيلين فسرين تقار ملك باء الله أنتو سوى داري بكو قيرية سعط بالأسنية لأنها البرباء نفتك وضا بحر ثم أحياهم أدنى وأسوه صاري ومارك تنوح ملك على لسانه أي أدنى اللوح يدل لصوبها طيب إن الله إبوين الذي فضل على الناس يعني الله سبحانه وتعالى تفضل لرئيسين إساق فضل إساق عدو ربونا السياء وانا متى سو سقط روح ربنا انه وحسي روح ربنا وكل عريري وقفنا غني كدي وقفنا كدي فقير ولكن اكثر الناس ذاتك انت بدن الله يشكرون كما ما حدنقا شكر لك ما هي وقاتلوا يبوين وحول الدغالم او في سبيل الله يجدك اي بكو دغالم مركه حرب وهي ايت شيغيسا دغال كان توت على يوتاي ولو شيغي سو لا يعجل الموت ابدا تقالكم مده تجي جيرد جيرد سوتت انو قفكو دغال غلاي ما كيني سكليت انو لنتون كين بس لذلك بقى لي هذا مثال عوف لان خالد بن وليد وبقول مارك دغال لك قيب غلاي هدنا سريرتي سي كودنت هي جودريس ها اموتو على فراشي ولو عنك قيب غلاي 100 يعني غزوة وتقال أمي بقيبوها وأموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء بلغا مركب قف كفوليجا يعني وحبت قال إن الجلايون لو مرنت مركب تاسل الربعين لوشة وعلم وقال أن الله يبوين سميع والله مغلط بضمه عليم وعلى علم بضمه من ذا الذي من واكه وكما ذاك الذي كسو يقرض الله قرضا حسنا قفك إلهي قرض سواك قرض وأما أما يا بحنا وارين هذا ياد عجب بدنو تدك يا صحابتها قار كم ماذا بيعرين تاس يجا رنتي لا تنجلي أو كذا كماي أو ما رتي بيرت هذه خيرات ترى بدن إلى هايين كدح بحيو هل مر مارت كدح بح طيب من الأورنجري أبا دحدح أياك مذح ورسول صلى الله عليه وسلم مركود من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بأوحول يا رسول الله وإن الله عز وجل يريد منا القرض أم إلهي با قرض نقرب يا رسول الله رب ميا نقى أماه نقدر مركاس رسول كون نعم يا أبا دحدح حاب مركاس يا رسول الله إيدي بقعنت قعنت رسولك قرتي وحجري وحان قرض أبحيي بيرتايدي ووحكوتي اللي 600 نخلة لح بقول أو جيد أو تمر بقولي جيد كتمرتي وح سهلان ما هالك جيد بالغاية بكون درهم من لقل إما كون دينار لعق حوق لوجوه جيلا إنه جيلا نقانا جيلا سنة كقال سنة جيد ما تجيدا لح بقول أو جيد بقولي انتو قعند رسول قليبا وقول يا رسول الله يو وان بي بي بيرتايدي كدي با انتو ارضي ام الدحداح يا عروفتي يو بيرتا كل اكتري يو قيلي ام الدحداح كسو بح بيرتا وان بحيي سكسو رحبه
هذا واحد أول إني كسر دعبة مركز سيدا سياحين تذكر أصحاب رسول الله يعني وأنا دريمي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بيروحا بيرتي لورنجري كلا يدا ومساعد كورتيس أو بيها يعني معاذ سيدا سودح قوريس هي مارت رقبا كان أحب حي وقيبي هرمر مرك قرض وسداوي من ذا الذي يقرض الله وكما متك قرض الله أما هنا يا قرض حسنا أما هو نكس وهذا الأما لا بحسه إنه ودا دونك أما الدين تو صار صار طيب عن نقانايو حيابه عند بتوك طيب حيان هي ربا حرانتا لكن تاني وحوي فيضاعفه له أضعافا كثيرة إبا كل بلاب بقول لك وهذا هي يعني معركة سجن إلى 700 إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة هي 700 ضعف أنت ضبط بقول أجر إلى ما يعلمه الله إن الله من أوجيه أي الله سيل الله أضعف كثير والله يقبض إبوين ولابا قبض وإن تبلع عليه لابد إيو إريري ويبسط وفديا أو وبحيا قفكو ربنا الله وحبوسيا قفكو ربنا وكعريريا وإليه ترجعون حق إباء يا ليلين نقيا ضدو حق ربي بع الله وضع نقندونا ألم ترى موادا أركين إلى الملئ مدحيوين مدحيوين ملأ وحال إلى هذا نمان كان مدح ضعوها ورير بني إسرائيل من بني إسرائيل رير بني إسرائيل من بعد موسى موسى كقضاء إذ وقت قالوا أيلادين للنبي النبي قال لهم يقوا أيلهايين بقوا حكوا لهذين النبي يقال الله صدري إبعث الناس صار لنا أنك ملكا بقر إن تقاليهنا بقر ننكا أن الله صدري نقاتل أن تقال لنا في سبيل الله جدك إله يعني إنها هو جامية تقال ناس صار قال وعيو للنبي هل عصيتم من مدنتين إنكم الغيابة إن كتب عليكم القتال حديد دقالك اللي ينكوا جبيو ألا تقاتلوا إن إذا أنت قالم ولما يوم الغيابة حديد دقالك اللي ينكوا جينا تقالم وإذا قالوا حيرنا وما لنا أم حالا أنت أم حالنا قلنا حيو ألا نقاتل في سبيل أن نجد كلا أود دقالمين مسورة قلبة وأنت قالمين هنوي ماذا دقاليان نو قامير وقد أخرجنا أنه نلقصار من ديارنا كريها يجي يا وابنائنا عرورت يدي ها ولا لدى يعلم يوه ولا غير يوه كريه دي عرورت ودي بالغة قبصد ولقصار يوه مركا حوى نومر دور رنه محنو دقى اللهم الان هدونين دقى ليهاني نو صبر فلما كتب مركي اللي واجبي عليهم كركوض على القتال ودقى الكيبي تولوا وجهت سدين وعر إلا خليلا منه وحير أويك تسموه أنت كلو عر والله إبوين عليم وألق بالظالمين ظالمين ربي سبحانه وتعالى وكور قبا لمن كان غير بني إسرائيل بعد نبي الله موسى مدة أي مستقيمين هايونا سيت وصناعين انتي مدعين توراة بكتو صنايين وويوناك صنايين لكن الله سبحانه وتعالى وكدري أعداده دي عدوه دي بكدري ولا لا يوح بدن بمركي تنبلغت دي خلق بدن ولا لغا قفاشي حوله دي وقريوه دي بلقاتي سداسة مارت اللوغة غالب نقضي ودباتة ودعا مركي يوو دباتة داسي هايستو ومركي ليهين نبيجي لجوي بكورة ذي ورنين دقالية هنا هنا رأسه صار نكاس دقالية عن كود نهجامية مركا ومركا يسوون أولية ودار مصاصة ميسان ودقالة مويدان يو نوع إليهن محل دقالة من هاي تي لقى بقيب أنا نحضي طيب ألم ترى موادا أركين إلى الملئي مدح يوي ومدح ذا ملأ وحال إلى ذا قوم قطتك طب قبل ياشو يوضياش وذيك كبقبيل كواهي ومن بني إسرائيل غير بني إسرائيل من بعد موسى موسى كجلا
طيب أيوه ما ركتي بعد موسى إذ وقت قالوا أيدهن لنبي الله نبي إيجا مركا لوصو درئو لجوغي أيها وعيكولا ذن إبعث لنا ملكا نندقاليها نو بقرا نوصو صار نقاتل أن تقال أنه في سبيل الله جدك إلهي نقوه قامية نوصو صار قال وحولي هل عسيتم والكور رمى من مذنتين إن كتب عليكم القتال حديد دقالك لين كواجبيو ألا تقاتلوا إن إذا انتقال من ملغ يابا قالوا وحيدا ذين وما لنا ومحالا أنت يضعوه ألا نقاتل أنه دقال من في سبيل الله سيبقوا لعدين أنا دقال ودقال من وقد خرجنا ولي وأسباب ولي بأن لغسار من ديارنا بريا يغينا لغسار وأبنائنا عرورتا يغينا لغسار فلم كتب عليهم ناعم بما أن لغا قبصده وحل الدلئي وحل قفاش لغا دير كيك فلما كتب عليهم القتال تقال كمك اللي هو جبيه بي تولوا ويجيد سرين إلا قليلا منه وحير قويه كتر سنموه يعني إيه رباكو صوحة دي نبي انت قلوا وحر والله عليم إبوين وويه بالظالمين ظالمين طب كور طبعا ملك جوغا طيب مركا آيات دو حلو قد يحذر الله سبحانه وتعالى فعل بني إسرائيل أي ودقة في أمر الجهاد هنا إمارة أنت طلب طلبان وقاركو ذا إلادان ما دقال كان الأسو ددجي وما كان له وحي هذا دوان عررو من دلقى بخياي اللو ودقة ياي ومن قصة واحد اللو أسو قرون ياي ومن وقال لهم نبيهم نبي وذي ومركة تنوح كيري إن الله واكب منك والله صوصاري دقال يانك يوين إن الله إبوينه قد بعثوا سبحيي لكم إذنك طالوت ننك لدى طالوت أو ملكا ننه قاميو ملكا توح الله وضع بقرك وهو قامي قالوا عيدا ذين نمن كده يدن وصوصا أن كيف سداب يكون له الملك سيب ننك بقرتوية وقصقنا إساق علينا كورك ونحن أنك أحق وحق بالملك بقرتويم منه إسحاق يعني وها هبل رييجا ما ريد بين خلدان ييجا كميد ما إلى إن عدنا كلا يجو مو كلا يهود عدنا ييجا هم مو كلا ييجا ما مركز سلابه ننكني ونحن وحقه بالملك منه أنا كجابة سرقل ما إنه جامي ولم يؤت يا با كلا كقيمة يا نارك ولم يؤت لمصي نبيران ساعة هضن تنم أو من الماء ما القبيل دم هنن مال قبائل هو حوله تنوه جامين كرا ما قال وحول إن الله نبي جب كول إن الله إبوينا اصطفاه دورتينك عليكم بركين الله دتك دورت سوما ور الله دورتين كان ويسير ما نحكي له وزاده وكرديه بسطة في السنان في العلم حاجة علم غيو والجسم حاجة جركو أنا كان إن عالم أنا ويا علمي علمي قد تقال كان ويا قانا جسمي أنا إن جره مارت أود له والله يؤتي وصي ملكه بقرته يدي سمي شاو نكر وصي الله نكر بقر كدقا طيب والله واسع إلهي سبحانه وتعالى واسع عليم وعلم بدنوي فضل يسوع واسع رب سبحانه وتعالى مركي كضل بين نبي قودي إنه بقر أكينو عين يقان دقالك يا طالوت الله صوصا ورجل وكمدا ددكو دي عيدنك أمرك أيوه صوصا من بيت الملك كمد ماهين قول دي بقر أي كي يقينين يو كمد ماهين طيب لأن الملك كان في من سبط يهود يهود يعني سلالة يقويس كاسو هنجري إسونا كمد ماهين كيف ما أمرك إليه أن يكون له الملك سيبني كان البطر أنا قد نقول نقول كرا كيف يكون ملك علينا ونحن حق بالملك من أنا قد نقول كرا حق له من ما القبيان أنه سنهين من ما أرتي وحيابها أنا ويكوعي لكن حجد كسمي إن الله اصطفاه عليك نقول الله طرت الله مدح إذن كده وأنا رأى عظام الضبق الشان أودنا وليه علمي جسمي هنا أود لوي طيب والله يؤتي ملكه من يشاء أن يكون الملك ذا علم وذا شكل حيرادين وحسن
waxyaabaha ee lagu doorto fil cilmi waljismida, cilmina wuu leeyahay, jirna waa leeyahay. Wa maca hada aclamu minkum, yani wuu idinka cilmi badan yahay, wuu idinka caqli badan yahay, shakli ahaan iyo jir ahaanna waa idinka fiican yahay idinka. Quwo iyo sabir iyo xarbi dagaalka wuu yaqaanaa, awoodna waa leeyahay. Tayib, walidalika baa min huna yanbagi, waa sifaat, waxaa haboon an yakuuna almaliku, qofka oo hogaamiyaha ah inuu yahay daa cilmi, qof cilmi leh inuu yahay. Hadduu ninku hogaamiyo xagga yahay ee dagaalada oo kale, ta waa inuu dagaalka yaqaanaa, waa inuu shujaac yahay, waa inuu geesi yahay, waa inuu sooma jeedsada u yahay. Shakli ahaanna xasan waa inuu yahay nin hay-ad fiican oo maaragtay hindaamkiisa iyo labiskiisa iyo quwadiisaba shadiida iyo badanka kuwa. Wallaahu yu'tii mulkahu man yashaa, ilaahay baa siiya mulkigiisa iyo boqortooyadiisa xikmadiisa ku siiya rabbi subxaana wa tacaala. Wa qaala, wuxuu yihi lahum iyaga nabiyu nabigoodii baa ku yidhi, ina allaha eebbaweyne qad bacaa waa diray lakum idinka taaluuta, ninka taaluud la yidhaahdo oo malikan hogaamiye ah buu idin soo diray. qaaluu waxay dhahaan, annaa yakuunu lahu lmulku, kayfa yakuunu lahu lmulk, sidee buu ninkaasi boqor tooyon ugu sugnaani calayna anaga korkayag, wa naxnu axaqu bilmulki min, annagaaba kaga haboon. walam yu'ta, lama siinin sacata min almaal, maalqabeenna maah. qaala, wuxuu yihi ina allaha eebbaweynaa istafaahu, doortay calaykum korkiinna, wazaadahu, waa u kordhiyey, bastatan, fidsanaan, filcilmi iyo waljism, xagga aqoonta iyo xagga jirka labada. wallaahu yu'tii, eebbaweyna wuu siiyaa, man yu'tii mulkahu, boqortooyadiisana man yashaau, qofku rabo buu siinayaa. wallaahu eebbaweyna waasicun, waa mid fadligiisu uu waasic yahay, caliimun, oo cilmi badan wey. Tayib, wa qaala lahum nabiyuhum, wa qaala, wuxuu yihi lahum iyaga nabiyuhum nabigoodii baa marka wuxuu ku yihi, ninkan ay laga reebi laayahay awal la yidhahda warnin noo soo saar oo ilaahay la baryay, haddana markuu yimid ay ku kaceen. wa qaala lahum nabiyuhum, wuxuu ku yihi ina aayata mulkihi, war ninkan inuu mulkiga iyo boqortooyada isagu leeyahay calaamada lagu garanay waxaa weeye, an yaatiyakum taabuutu bifiihi sakiinatu min rabbikum wabaqiyatu mima taraka aalu muusa walihaar, an yaatiyakum inuu idinla yimaadaa taabuut, yacni taabuutkii inuu idinla yimaado tayib, oo fiihi sakiina uu ku jiro, sakiina xasilooni, oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka ahaatay, iyo wabaqiyatun iyo maaragtay haraa, oo mimaa taraka aalu muusa, wixii ka tageen reer muuse iyo aalu haaruun, oo taxmiluhu lmalaa'ikatu, malaa'igtu ay xambaarsan tahay taabuudka ay malaa'igtu wado hortiisa, waa in la soo dhigo. ina fii dalika arrinka la aayatan lakum, calaamad baa idinku sugan, in kuntum haddaa tihiin mu'miniin. taabuudku waa maxay? taabuudku waa sanduuq, attaabuud huwa sanduuq, oo ay ku jireen ashyaa, arrimo badan baa ku jira. arrimahaasoo ay baraka libani israa'iil, reer bani israa'iilna barakaysan jireen. marka ay tashaawurayaan oo tashanayaan oo dagaalka ay ka tashanayaan iyo umuuraha waaweyn ayay sanduuqa hortooda dhigi jireen. markaasaa barakadiisa darteed buu alla subxaana wa tacaala sakiine iyo itminaan iyo deganaan buu gelin jiray. kadib bay marka ka guulaysan jireen cid walba sidaasay bay, laakiin markii dagaal nimanka lagu qaaday sida aayaddii hore soo marnay oo ay yidhaen waqad ukhrijnaa min diyaarina wa abnaa'ina, oo laga xoog batay taabuudkiina waxyaabihii laga qaatay buu ahaa, maca awlaadihim, iyo dadkii laga qabatay wixii laga iyuu ku jiray isagu. marka kiibaa ma rabtaan ninkani inuu yahay nin meligaho jira inuu yahay calaamad? ma rabtaan taabuudkii idinka dhumay ee laidinka qaatay baa isagoo malaa'ig wado intay keentabay hortiisa dhigi doontaa, marka uu idiin soo celin doonaa, iyo wabaqiyatu mima taraka aalu muusa waalihaaru, waxyaabihii ushii muuse iyo haaruun iyo umuuro badan manigii, waxyaabo badan oo idinka maqnaa oo dadkii hore muuse iyo xilligiisi idinku dambaysayna waa la keeni doonaa iyaga. marka dee calaamaadka haddaad aragtaan, war ninku waa boqor, waa hogaamiye laydiin soo diray, xushmeeye oo raaca weeyaan. tayib, wa qaala lahum nabiyuhum, nabigoodii baa wuxuu ku yidhi ina aayata mulkihi, ninkan waa taaluude,
boqortooyadiisa calaamadeedu waxa weeye an yaatiyakum taabuutu, inuu taabuutkii idin yimaado, taabuutkii la keeno, fiihi isagoo sakiinatun xasilooni, oo sanduuqii in la keeno oo sakiinatun min rabbikum xasilooni xagga rabbihi ay ku sugan tahay, iyo wabaqiyatun hara wax baaqi ah oo mimaa taraka aalu muusa waalu haaruun, wixii aal muusa ay ka tageen iyo haaruun kaasoo taxmiluhu lmalaa'ikatu, malaa'igtu ay xambaarsan tahay. Ina fii dalika arrinka la aayatan calaama ayaa ugu sugan lakum idinka in kuntum haddaad tihiin mu'miniina, kuwa mu'miniina haddii aad tihiin. Ayib, calaama idinku sugan. falamaa fasala taaluutu biljunuudi, haddaba calaamadii la arag waxoogaana ku qance dagaalkiina la bilow, taaluudna waa hogaamiyey, ciidamadiisiibuu la baxay, ciidamo aad u tiro badan oo lagu qiyaasay taqriiban ay yidhaahdeen qaarkood ilaa 80,000, 80,000 oo ciidan ayuu isku dubaritay u dhaqaajiyey. Arag marka waxa dhacaya markuu dhamaado. falamaa fasala, markuu socodkii uu soo socmay daaluutu, daaluut markuu socmay yacni markuu intuu baxay ka baxay magaalada ciidankiisa la baxay, daaluutu biljunuud ciidankiisii markuu la socmay, qaala wuxuu yidhi, wacdi buu ujeeday, waa ninkii hogaamiyaha, ina allaha wuxuu yidhi eebaweyne mubtaliikum wuu idin imtixaamaya, binaharin webi buu idinku imtixaamayaa, webi waad oomantihiin, waa dad dagaal ku jira, safar ku jira, oon baa jira, webi baan sii mari doonaa, biyuhu ay ka dareen biyo badan, faman shariba ruuxa ka caba minhu webiga falaysa ma ahaanin minii aniga, waka aniga qofkaasi wadadayda lama socdo, ciidankayga kuma jiro, agteedayuusan imaanin. Tayib, waman lam yacamhu, qofka aan cabin oon webigaa ka cabinna, fa innahu minni, aniga min jamaacatii buu ka mid yahay, ilaa man iqtarafa, qofkii darsada ma ogi, ghurfatan darsasho biyadii gacantiisa, qofkii hal mar sa u qaato afka saa wax yar ugu shubaay, wax dhiba male intaasi waa macf. Marka dadkii labaa loo qeybiyo, qofkii cabaayey aniga wadadayda ma hayo, qofkaa isku dadmani, qofkii iska daayana waa aniga. Waxaa marka isaguna aan dhibaato lahayn, ilaan oonku markuu jiro nafta ruuxa uu isaga baqo, qofkii intuu biyaha saa dhuubka u darsado hal mar afka saa ugu shuba, isagana wax dhibaata qurfatan biyad. Maxay sameeyeen marka? Fasharibuu, way ka cabeen, minhu webigii, ilaa qaliila minhum, in yar oo iyaga a muugii, dhammaantood wixii way ka cabeen, fasharibuu minhu ilaa qaliila, sideetan kun bay ahayeen baa la yidhi, 310 markii laga reebo intii kale way cabeen, marka dhammaantood way cabeen, ilaa qaliila minhum. falamaa jaawazahu, markuu gudbay webigii, huwa isaga iyo waladiina, kuwii aamanuu macahu, kuwii maaragtay rumeeyey oo iimaanka lahaa oo la socday, qaaluu waxay yidhaahdeen, hadda waa laga hortay nin kalaa meeshan, ilaan dagaal baa loo soo baxay sooma, dagaalka waxaa hogaaminaya taaluut baa hogaaminaya, kuwan muslimiinta oo dhinaca kalena nin la yidhahda jaaluut baa hogaaminaya, marka jaaluut baa laga hortagaya. طيب فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا حيدا ذي لا طاقة أود لنا أنك نمسكنا على اليوم مانت بجالوت نكل على جالوت يو جنودي جالوت يعيد كيسة تبرع هو جانا مانت ما يسم قار باسدائي قال الذين كوي وحيدا ذي يظنون يقيننا يو إيمان كلاه yaa wuxuu yidhi annahum yadunnuuna annahum muraaquu, kuwii yaqiininaya annahum iyagu muraaquu inay la kulmayaan muraaqullaahi, inay eebaweyne la kulmayaan kuwii yaqiininaya, ilaan qaar baan shakiba ku jirin iyagu dhab ay ka tahay. Yaa wuxuu yidhahdeen kam in badan oo min fi'atin, kooxa qaliilatin yar,
baa qalabad ka raysay fi'atan koox kathiiratan badan biidhnillaahi buu inaydinki warnimay waa baqina war wax badan bay koox yari koox badan ka raysay marka allah subxaanahu wa tacaala awoodda ka sugaynaaye ha baqina biidhnilla wallahu maca asaabiriin aayadana wuxuu la jiraa mar walba kuwa saabiriinta ayuu la jiraa ولذلك بقى وحيلين مركي كعبين عيدا كاس ترضى بضن 76 ألفا يعني مركي كعبين وحيا بها إمام بخاري نوصو صار وحا كمد إليه أصحاب الرسول كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله تابعين تبا ولا أصحاب الرسول الذين كانوا يوم بدر أصحاب الرسول كلسة وتي معلمتي بدر ما يقيا هاي صدح بقول يا دوري يا طبن صوماي على عدة أصحاب الطالوت بيهاي مبالغ تردي الطالوت راعضي أو وبيجي أن عبنا قلبتي الذين جاوزوا معه النهر وعيونا تردى صدع بقول العور يطوم به وما جاوز معه إلا مؤمنون انت مؤمنين تنبى قلبة انت كلا هذا مرة دويري ورويها عبنا ورنكي أن عبايانيك راعي مايو هذا ما يشبه اللغته لكن وحا قدبه بدبادي وانتي ان عبيم بدبادي انتي يردو يغن هل هل مرقاتين با وحا يسخن نقضين صدح بقول يردور يطبنك سيداسي نقول داسي كو قدبه فلما فصل مركوسو عمي كبحي ويسو عمي وبحي طالوت وطالوت بالجنود عيد كيس مقالة مركو كلبحي با قال وحولي ان الله يبويني مبتليكم وايد امتحاميا بالنهار وبيبويد كل امتحان فمن شرب قفك كعبا منه يسقى فليس مني عنك جمد ما ومن لم يطعم قفك كعبنا فإنه مني عنه جمد إلا من اقترف قفك الدرس ذا موجي الدرس ذا وقعنت الدرس ذا كاسي سو وبدبادية غرفة يعني هالمر درس ذا فشربوا منه ويعبين إلا قليلا منه إن يرقوا يجمعوه ويكعبين فلما جاوزه مركو قدبي هو إسايا والذين كوي آمنوا الرميين ومعه لجري قالوا عيدا ذن لا طاقة لنا اليوم ورمانت أود أمله بجالوت الجالوت إيو جنوده عيدا كيس قال الذين كوي وحيدا يظنون يقينين أنهم يوم ملاق الله إن إبوين لكل ميان كو يقينين قليلة أو ير غلبت إم ويكرر السيف فئة كثيرة وحيدا كم إن بضن با من فئة كوح قليلة يري غلبت كرر السيف فئة كوح كثيرة أو بضن بإذن الله إبوين إذنك والله مع الصابرين كوح دي بدرنا ويكرر السيف سوما يونا عيدا كيبنا أي كرية ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأقوى يوم مركي مؤمنين تي لسعدي طالوت روكي راعي أي دعي سنة ولما برزوا مركي أبا بحين عيدا كيس هلي لجالوت جالوت إيه وجنودي جنودي سمركز صبا بحين فيقالوا عيدا ذين ربنا يا ربنا ربك يوم أفرغ شب علينا كرك يجا صبرا صبر الله نوش الله صبر نسي وثبت أقدامنا ألو كم ذا هيجا نوصب وانصرنا نوغهيل على القوم الكافري قوم كافرين تان الله مانتا نوغهيل أيام حكدن بيا ده سود عيستين نصر جلاه بيم فهزموهم ويجبيه بإذن الله إبوين إذن كبيه كجبيه وقتل وود لي داود داود بجالوت جالوت داود أو إذن كطالوت كجرا داود هو من ضمن إذن كانوا جاميها كي هي طالوت بوح آيات لي جالوت وآتاه الله إبوين وحسيي هذا داود الملك بقرته يدي يوال حكمة
nabinimadii baa markaa la siiyey. Wacallamahu, wuu baray mimaa yashaau, wuxuu doono buu alla subxaana watacaala. Walowlaa dafcu llaahi, haddii lalaa yahay eebba weyne reebiddiisa uu isku reebo annaasa dadka bacdoon qaarkood bibacda, dadka haddaan qaar qaar lagu reebaynin oo tadaafuc uusan jirin oo dagaal uusan jirin oo loolan uusan jirin oo waxaan hadduusan jirin la fasadat alard, ardadu way fasahaadi lahayd. Tayib, walaakina allaha eebba weyne duu fadlin, waa mid dheeraysiin iyo dheeriu saaxiiba fadli cala alcaalamiina uunka. Tilka taas aayaatullaahi, waa aayaadka ilaahay oo natluuha aan akrinayno calayka korkaaga nabiyullaahi muxamedow bilxaqi, aayaad baa lagu dul akrinaya, xikam baa loo sheegaya. Marka wixii fiicanna qaado, wixii hunna ka leexawo. Calayka bilxaq wa innaka aduuna la min almursaliin, kuwa la diray baad ka mid. طيب لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت مركز كوري مادين حزب إيمان كلها وقلن يريد طالوت وقاميني على وودي جالوت اترضى بدنا مركز كوري مادين ويد عيستين وعنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سلاسي الله يو أفرغ علينا صبرا أنزل علينا صبرا من عندك لو نوسوتج صبر نوتج الله قمدا يغا صب مركان لكول أن ضدك عدوة الله نصب يانا عرار ويان نوغا هيل كدب نووي جبيين وكغالب نغدين نصري إلهي بينا كغالب نغدين داود باو بودلي جالوت حالي لا قتل النبي الله داود baa wuxuu dilay oo min dimni junuudi taaluud ku ku jiray baan dilay. Ciidankan taaluud hogaaminayo ayuu ahaa qaa'idka kufaarta noo xilligaa wuxuu ahaa Jaalud ninka la yidhahda buu ahaa. Wa min huna haddii uu markaa ilaahay siiyey daawuud awoodda uu ninkaasi ku dilay, baa wuxuu rabbi u jamciyey mulkigii oo ahaa boortooyadii iyo nubuwadii labadaba isaga la siiyey. oo meeshii markii hore ka haysteen laba qof oo kale oo nabi kalena hawshan uu ka hogaaminayay, ee qaa'id hogaamiyihiina uu jiray oo taaluud uu jiray, labadiiba isaga awoodii laysugu celiyo rabbi subxaana watacaala isugi aataahu llahu lmulka oo badalan min taaluud walxikma iyo nabigii markaa jiray. Tayib, wacallamahu mimaa yashaa, waxyaabihii uu barayna hadee ilaahi subxaana watacaala wax badan buu daawuud ayuu baray. تدافع على شيء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ومسألة جود أو كون كان بولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا تدافع ضدك عن الأسكوع له دم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله تدافع وحوي لولا سنة إلهي وحكى من ضدك إني استدافع عن وإسئن جرى وحيما لولا كين جرى أحزابا hadda tusaale haddaan ka soo qaadano waddankan aan joogno laba xisbi baa ka jira soo ma labada xisbi baa ka jira labada xisbi wada aragteen inta tartan ka dhacaysa markii doorasho soo dhowday waxa baxaya waxa la samaynayo dadaalka la samaynayo wa marka dadaalka qolo walba waa inay keento waddanka waxay u qabanayso waxay ku horumarin lahayd waxay soo horgelin waxay ku difaacayeen haddii qolo keliya oon meesha ku habsato oo weligood boqolaas iska jiifto hada waa la iska seexanaya xoogoo maqnaba waxba lama qabanayo tadwiir ma jiro horumar ma jiro marka tadaafuca in sunnatullaahi wey waa sunna ilaahay in dadka aad arta waxaan dhacaya oo maaragtay istab orodka iyo fulaanka waxaas waa sunna kawniya wey mana dhammaanayso walowlaa dafcu llaahi innaasa bacduhum libacd haddaan tadaafucaasi jirinde umuurta waa ma socoteen weya marka فإذا بقو جرتين نقول يسا مركا قارك. طيب ولما برزوا مركا أبن بحين أركان لجالوت جالوت يو جنوده عيدا كيس قالوا وحيدا ربنا يا ربنا رب يو أفرغ نوشب علينا كورك يجا صبرا الله صبر نسي وثبت أقدامنا الله قمدها يجا صب وانصرنا نوغهيل على القوم الكافرين قوم الكافرين تنوغهيل
فهزموهم وي جبيين بإذن الله يبوين إذن كبير كو جبيين وقتل كوي طالود قروب كيسي بان جبي جالود بان جبي إذن كيسي ترابنا وقتل وود لي داود وداود نبي الله داود جالوت وود لي وآتاه الله مركز ومركز إبس مركز أم قطو جالوت حلقة داود نبي الله داود حلقة وحسكاها رجل قف كل حجر إذن كان طالود وهاي وند إذن كان قف كم يضبوا لكن مركي وإلهي سي أودا وننك طاقيقة ها طالو جالود ها لغب قيه بلايد ها وتم مدعونا يوسو الدلي أي إلهي ملكي سكورج مركاسا مركا النبي النمدين ألسي سبحانه وتعالى. طيب فازمون بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله إبوين وبسي الملك يو الحكمة حكمة بسي وعلمه وبر مما يشاء وعضوننا وابر رب سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله ولولا دفع الله يهديل لا يبوين الريب ديسا الناس تدك بعضهم قاركوا ببعض قارك وكرابه وتدافعي الله لنوسن كده حينين لفسدت الأرض أرض وفس هذه الهي ولكن الله إبويني ذو فضل وعلى ديريسين وصاحبه الله فضلك أسكال السيد يدب على العالمين أم كيسة. طيب تلك تاسي آيات الله وآياتك إلهي وي نطلها ونقرننا عليك كركاك النبي الله محمد بالحق حق بانكو أقرننا يدو السوغن وإنك أدونا لمن المرسلين قوة الدرق ولكن الله ذو فضل على العالمين ذو من عليهم ورحمة بهم إلهي سبحانه وتعالى عالم وأنك إلهي سبحانه وتعالى فضل بكلي إلهي وإنون حريستا ربي سبحانه وتعالى رسولك وحي قطهي آياتك إلهي والغوت الأقرنية مركوين آياتك إلهي وحلق برتو ويا محمد لمن المرسلين والتوطيع يا مارة التأكيد يا حوجين وحي إيمان طونا أي رسول بلوسي حوجين يا إن شاء الله تعالى الكسب حوجين تلك الرسول فضلنا بعض على بعض والله سبحانه وتعالى.